ما زالت أصداء مقررات مؤتمر سيدر الباريسي تتصدر الاهتمام اللبناني بإيجابياتها وسلبياتها. نجاح لبنان في الاستحصال على دعم دولي غير مسبوق كان مشروطا بإصلاحات مسبقة ورقابة لاحقة، ما يعني ذلك أن كلمة السر لكل ما حصله لبنان في المؤتمر هي الإصلاح. والإصلاح ملعب واسع يتضمن الكثير من الملفات والقضايا، تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالإدارة. 8.5 مليار من 11 مليار و300 مليون مرتبطين بفترة سنوات للتنفيذ، سواء لمشاريع بتتعلق بالكهرباء أو لمشاريع بتتعلق بمعالجة النفايات أو لمشاريع بتتعلق بالمياه أو لمشاريع بتتعلق بمشكلة السير واختناقها أو لمشاريع بتتعلق بالبيئة. هودي كلهم امتحانات بدها تصير للي عم بقدم المصاري، وإلا كان كتار عطيوا بدون ما يقولوا عنا هالشروط. هلأ مين اللي عطين بدون ما يكون عنا شروط؟ عنا من صندوق التنمية السعودي مليار دولار، وإذا ما صار تطوير حتى اللي عم بقلك عنه 500 مليون اللي بيشوا للسلاح مش جايين على الاقتصاد اللبناني وعلى فرص عمل وعلى تنشيط الاقتصاد، لا هودي جايين لشراية سلاح. وأبو ظبي عطيتنا 200 مليون خارج مؤتمر باريس، 100 مليون للجيش و100 مليون لقوى الأمن، وما في جولة تنفيذ الإصلاحات أكيد، وما في نية حقيقية صافية لتنفيذ الإصلاحات. استعداد الدول لضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني يتطلب من الحكومة ومجلس النواب مجتمعين إعادة إرساء قواعد ثقة مع الخارج. وإذا كانت العبرة بالتنفيذ، فهل الأرضية صالحة للقيام بالإصلاحات المطلوبة؟ هل التسهيلات المالية أو القروض الميسرة بدها حسب الدستور موافقة المجلس النيابي؟ يعني مش كلها على رئيس الحكومة، فبدنا نشوف هالمجلس النيابي الجاي هل يا ترى في نفس جديد او مثل ما هي القصة، يعني المي مي. هيكلية الحكم كما هي لا تفيد عن اصلاح متوقع على نطاق واسع، ولكن هالحاجة هالقد ملحة بيكون في مش تقصير، بيكون في جنون اذا ما عملوا اصلاح. باختصار، على السلوك اللبناني أن يتغير، ومن الجلي أن القروض المقدمة مرتبطة ليس فقط بالإصلاحات وإنما بالنزاهة والشفافية. وبحسب المعطيات يبدو أن الدول المانحة ستراقب عن كثب التفاصيل المتعلقة بذلك، ما يعني أن لبنان أمام امتحان جدي لمحاربة الفساد. فهل ينجح هذه المرة؟